شو بدي اقول لك ابن عمي؟ شو عملت مع ابو عصام؟ شو بدي اعمل يا فريا؟ شو بدي اعمل؟ قلعوا من الحاره ابن عمي. ايش شايفتيني كوموندان؟ ولا ابو زيد الهلالي لحتى فوت وطالعوا من بيته؟ لازم الحارة كلها تجتمع وتقول هذا الزلمة ما عاد بدنا اياه، لا هو ولا اولاده. ايه بس انت ابن عمي فيك تحرك القصة شوي، فيك تنكشها تحكي فيها. هالجماعة ما عاد تلبق لهم الحارة منوب منوب، يي ما عم يجينا من وراهم غير التنغيص ووجع الراس. فريال قيميهم من راسك هلا، قيميهم. الله يصبرهم على هالمصيبة اللي صابتهم. قليل شو صار مع ابنهم عصام؟ قليلي هلا انت رحتي لعندهم شيء؟ لا ما رحت. لا لا لازم تروحي حتى ما يقولوا بيت ابو ظافر عمل ناقصه. ايه وانا مشان شو بدي اروح لعند هي لعند هي سعاد؟ لازم تروحي، مو من شاني، من شاني. تروحي وبتاخدي معك نعمه. تكرم عينك ابن عمي، انا على الموت على الموت بروح كرمال خاطرك. يا